يقدم أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة دائما وأبدا تضحيات وبطولات للتصدي للأعمال الإرهابية والعدائية التي تستهدف الدولة. وتجلت تلك التضحيات في أعقاب ثورة 30 من يونيو، حيث نجحت الجهود في استعادة الأمن والاستقرار وإحباط مخطط قوى الظلام والشر لنشر الفوضى وتهديد الأمن. تضحيات وبطولات سترها أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة من أجل التصدي للأعمال الإرهابية والعدائية والتي استهدفت الدولة والشعب، فقدموا أرواحهم فداء للوطن وكتبوا بحروف من ذهب أسماءهم في تاريخه. ونجحت جهود القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار وحماية حقوق ومكتسبات الشعب وإحباط مخطط قوى الظلام والشر لنشر الفوضى وتهديد الأمن في أعقاب ثورة 30 من يونيو. الرئيس السيسي أكد مراراً وتكراراً منذ توليه مقاليد الحكم عزم مصر على استمرار المعركة حتى اقتلاع جذور الإرهاب، موضحاً أن الإرهاب قد تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن أو الدمار المادي والاقتصادي. وقد اعتبر أن مواجهة الإرهاب بحسم وبقوة بادت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة. قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. وقد أحبطت القوات المسلحة عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية بإحكام السيطرة عليها ومنع تسلل الجماعات الإرهابية وتخفيف منابع تمويلهم، هذا بالإضافة إلى عمليات السيطرة على كامل الحدود والسواحل المصرية. وقد نفذت القوات المسلحة عدة عمليات عسكرية ضخمة في شمال سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية، والتي تعد أبرزها العملية الشاملة التي أسفرت عن نجاحات كبيرة في اقتلاع جذور الإرهاب وضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء. وقد نجحت الدولة في ملاحقة عدد من العناصر الإرهابية الهاربة إلى الخارج والتي جاء في مقدمتها الإرهابي هشام عشماوي وتقديمه للمحاكمة على خلفية الجرائم التي تورط في تنفيذها واستهدف أمن وسلامة الشعب. مما يؤكد أن الشعب المصري يمتلك وبحق درعاً وسيفاً قادر على حمايته وأبطالاً يضحون بكل غال ونفيس من أجل رفعة الوطن.